انا عارفه ان يعني عندك انت بطبيعتك اصدقاء كتير في الوسط الفني وانا اعلم يعني. أي. انا عايزه يعني اسالك سؤال هو تقليدي بتاع برنامجنا. أي. عايزه اقول احمد راتب مع من تعيش لحظه الصفا ومتى؟ يعني هي انا بعتبر لحظه الصفا اللحظه اللي الانسان بينسى فيها روحه خالص يعني. ودي بتبقى امتى بقى؟ في دور في حياتك في قاعده في اكتر من حاجه يعني. وانا قاعد في البيت وشايف البنات حواليا كده بيمشوا، ساعات يتخانقوا، ساعات يزعقوا، ساعات يقعدوا يضحكوا، ساعات على كل احوالهم يعني ببقى اتفرج عليهم كده يعني مبسوط يعني. طبعا ربنا يسعدك ويسعدهم. الله يخليك يا رب تعيش. و قدام البحر. قدام البحر امال قدام ده المكان اللي تشعر فيه بالنقاء والصفاء. ايوه طبعا على راس كل ده بقى لما بروح السعوديه عشان اعمل عمره ولما حجيت. ده مكان ما روحانيات ما عاليه. هو ده يعني اعلى درجه من درجات الصفاء. في اتصال اتصال الهي بين البشر والحرم النبوي وفي الحرم المكي. ده شيء يعني عايز اقول لك ايه. يعني مثلا انا كان احمد شوقي يقول لك ولا حملت نفس هوى لبلادها كنفسي في فعلي وفي لفتاتي. فانا اسمعها اقول حملت نفس هوى لبلادها. فين بلادك؟ ما انت هو بلادك ما انت قاعد فيها ازاي يعني. فاكتشفت بقى لما رحت وانا اول مره ادخل السعوديه دخلتها حاج. فاكتشفت ان المكان ده فعلا هو ده بلدي. يا سلام. أول مرة وأنا مسافر، عارفة واحنا مسافرين بنسيب مصر يعني طبعا نقعد نتفرج على الشوارع ونملى علينا منها قبل ما نسافر. واحنا راجعين نبقى راجعين بسرعة جدا. دي المرة الوحيدة اللي وأنا مسافر مش قاعد أبص على مصر يعني، وأنا راجع مش عايز أرجع. يا سلام. حسيت بقى إن بلدنا الحقيقية هي البقعة دي اللي فيها الكعبة. فدي مسألة دي 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 اعلى درجات الصفاء. اكيد 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 مع ربنا طبعا سبحانه وتعالى. طبعا. في اي مكان فيه الروحانيات بيبقى الانسان في حاله اخرى مختلفه تماما. أكيد. احنا بقى كبشر نسال بقى حته بشريه. ايوه. مين الشخص اللي يقول له احمد راتب نفسي اعيش معاك مره اخرى ساعه صفا؟ اعيش معاك مره اخرى ساعه صفا. ايوه. نفسي اعيش مع الله يرحمه سيد مكاوي مرة أخرى طبعا. ما حدش يقدر يعني. الله يرحمه. لكن كان شيء جميل. جميل جميل. والقعدة معاه لا تمت. متعة. متعة. وهو بيغني. وهو بيتكلم. أيوة. وهو بينكت. وهو وهو بيحنو. صحيح. وهو بيغضب حتى. كان كان شيء جميل ولذيذ. فنان كبير. فده كان وهو قاعد على العود. القعدات من وانا صغير على فكرة. يعني تحبه قوي 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 قوي. وكان هو صديق خالي. وكان يروح له البيت ويقعد يعزف واحنا نتلم حواليه ونسمع. قلت لي بقى من هنا حتى الغنى وحتى الصوت وحتى في الحب للموسيقى بتاعتك. كبير سيد مكاوي. جميل. صحيح. جميل. رائع. فدي كانت من لحظات الصفا الهايله. ان انا اقعد في مجلس. بس انا سمعت ان كان في مشروع انك ناوي تعمل قصه حياه الاستاذ سيد مكاوي الموسيقار الكبير. هو مش مشروع يعني، هو تمني. يعني ايه؟ بس انت خير من يعمل هذه الشخصيه. يعني انا عشرت الاستاذ سيد مكاوي. ايوه طبعا. وفي طبعا كتير انت لا شعوريا في حاجات كده من طريقته. هو يعني لو ده حصل يبقى شيء جميل. انا اعتقد كيت. انه سيد مكاوي من الشخصيات العبقريه اللي برضو هو كان بيعترف بده. كان بيقول الصحافة ما لمعتوش. صحيح. وما اتكلمتش عنه. وبرامج الإزاعة والحاجات دي وكده، إنما هو شغله اللي قال نفسه يعني. أكيد. فحاسس أنا إنه بقى علينا دور بقى دلوقتي، لأن أكيد في حياته الرجل هذا الرجل اللي كان يعني ضرير. ومن وهو صغير جميع اخواته متصورين انه اقصى ما يصل اليه ان يكون مقرئ على التراب في القرافه. اكيد. كون يصنع هذا الجبار
يستطيع أن يكون هذا الموسيقار الكبير ويتوج حياته بأنه يبقى موسيقار بيلحن لكوكب الشرق أم كلثوم ويصل ده بقى مرورا برحلة كبيرة مسرح العرايس ومسرح الأطفال والأوبرتات الإذاعية الجميلة والصور الغنائية والأنشيد وفي الفنانة وردة وفي العاطفي وفي الوطني وفي ميادة الحناوي وليلى مراد وشهرزاد يعني كان شيء هايل والتحامه كبير بصلاح جاهين أحمد فؤاد نجم وهيفتح يعني مسلسل زي ده يفتح الـ 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 الحالة الثقافية في بداية الثورة في الستينات صحيح لأن كان هو مادي تشعر يعني. إن في حاجة في شخصيتك وهي إحنا بنقول عليك إن أنت شخص أدائك تلقائي وبسيط تشعر ان الحته دي في الحان سيد مكاوي في طريقه الحان وفي طريقه غناء التلقائيه البسيطه دي ومن غير ما لا خالص من غير ما يحسبها لا خالص يعني هو طبعا في دي اكيد لانه يعني كانت الاناشيد الوطنيه لو حضرتك طبعا عارفه فيها الحماس والزعيق اول واحد يجي يقول مصري مصري تحيا مصر تحيا مصر بالراحه قوي بيحبها بهدوء خالص لان الحب اصله راسخ مش ممكن اقول مصر طب ايه طب يا عم خلاص ماشي ما هي كلنا بنحبها بس هو بيحبها بجد